تحياتنا شباب، تحياتنا لكل متابعينا. مثل ما جاي تلاحظون، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي اليوم بيضتين فقست، يعني عندنا الوحدة الصبح فقست أول بيضة، وثاني بيضة تقريبا هسه فقست يمكن قبل ربع نص ساعة. يعني عندنا الأولى والثانية بنفس اليوم فقسن، وإن شاء الله إذا الله راد الثالثة والرابعة باكر أو بعد باكر يفقسن، بس أكثر شيء باكر يفقسن الفجر إن شاء الله الثالثة والرابعة. اليوم هاي عندنا بيضتين فقست، يعني حسب الترتيب مال البياض مال النثية. شلون النثية بيضة أول يوم بيضة، ثاني يوم بيضة، ذن بنفس اليوم بيضة اثنين، أخذت يوم استراحة بيضة الثالثة والرابعة، إذن معناها باكر إن شاء الله تفقس الثالثة والرابعة. اليوم عندنا ذن اثنين فرخين، إذا قاعد تلاحظون وإن شاء الله واضح التصوير، هذن اثنين فرخين مال اليوم فقسن. تحياتنا لكم. تحياتنا شباب، بخصوص تقديم التغذية للأميات اللي عندهن أفراخ، اليوم اللي عندهم دود قبابي طري، هذا دود القبابي الطري نقدمه كما هو، لأن هذا طري شوية متحلل للدودة سهل تقطيعها. يعني الأماية إذا لزمتها بحلقها تقدر رأساً تسويها نصين، او من تجي تمردها تنمرد بسهوله، لان هاي الدوده ميته متحلله، مو مثل الدود الحي شويه اللي يصير اقوى مالته، فلازم احنا نقطعها. هسه هذا بالنسبه لنا احنا، هذا دود طري نقدمه كما هو بهذا الماعون. هذا نص تشيس، انا ما خليت تشيس كامل، هذا نص تشيس نخليه بالماعون ونتركه بالقفص، ورا ساعتين نجي نشوف ايش قد بقت من الكميه. اذا خلصت نضيف النص الاخ، اذا ما خلصت نترك. تقديم الدود سواء اذا كان طري او اذا حي، لا تخلي زايد ولا تخلي ناقص. اذا خليت زايد الدود الطري راح يبس، الدود الحي راح يتطشر منه ومنه وراح يجيب لك النمل. اذا خليت قليل الطيور راح تخلص اكل، والطيور احنا قلنا نشيل الاكل كله الباقي من القفص، ما نخلي اي شيء، لان غلط تقديم غير تغذية للصغار. فهنا انت لازم تحسب حساب دقيق، كل ساعتين تيجي تفحص الاكل، الاكل خلص تضيف، ما خلص تترك، تنتظر لحد ما يخلص يلا تضيف كمية. بالنسبة للي يقدمون دود قبابي حي، دود القبابي الحي قبل تقديمه لازم تقطعه، يلا تقدمه، ما تقدمها كما هي. اولا حتى تخلي الدودة ميتة وثابتة تبقى ما تنهزم، اثنين حتى الدودة تكون قطع ناعمة تسهل تغذيتها للفرخات. الفرخات اول ايام ما ياكلون دودة كاملة، ياكلون ربع دودة او نص دودة، فان انت قطعتها ساهمت ان تساعد الام بتغذيتهن. بالنسبة للطري ما يحتاج تقطيعه، لان هو اصلا الدودة متحللة سهل تقطيعها. تحياتنا لكم.